السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة او وصفة الفتة المصري بالخل والثوم باللحمة الضاني، اكلة لمة الحبايب. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. عيد اضحى سعيد علينا جميعا. العيد يعني الفتة بالخل والثوم، فيلا بينا نشوف ازاي عملناها بطعم ولا احلى من كده. ما تنسونيش في اللايك والشير لأسرار المطبخ مع خلود، ويلا بينا ندخل على الوصفة. اول حاجة كده انا جبت الحلة بتاعتي حطيتها على النار، حطيت فيها لتر من المية، وهنزل فيها ببصلاية وطماطمية متقطعين مكعبات، وحط معاهم حبة من الفلفل الاسمر، واسيبها لحد ما تغلي. اكون طبعا جهزت جنبي اللحمة او شطفتها كويس وغسلتها كويس، اكون مجهزاها كده جنبي. اول ما المية تبدأ تغلي هسقطها فيه. زي ما انتوا شايفين كده هسيبها لحد ما تغلي. بعد كده المية بتاعتي اهي هتبدأ تغلي، هنزل فيها باللحمة. طبعا تكوني مصفيها كويس جدا من المية، وتبدأي تحطيها كده في المية اللي بتغلي دي. مش هتاخد وقت معاكي في السلق او هتلاقيها استوت على طول. وعموما هي وهي بتستوي هتشرب من المية دي، ومش هيكون في شوربة كتير، فانا محبتش ان انا ازود مية ومحبتش ان انا اقللها، بحط الكمية المناسبة للحمة بس. طبعا وانا واقفة هقلبها تقلبتين علشان اللحمة اللي فوق دي تنزل تحت. بس كده تعالوا بقى نحسبها على النار ونحط مكانها الرز. فانا جبت الحله بتاعتي كده احط فيها الرز بتاعي، يكون مغسول كويس وكمان يكون ما فيهوش اي نوع من الميه خالص، تكوني مصفياه حلو قوي. حط عليه زبده، وتقدري تستبدلي الزبده دي باي نوع زيت انت حباه. وبعدين احط معيار الميه بتاعتي. انا طبعا كنت عامله 4 كوبايات او 3 كوبايات ونص، فهحط لها 3 كوبايات ونص من الميه، وهحط لها معلقة الملح بتاعتي او حبة الملح بتاعتك، وتقلبيهم كويس كده. انا حطيت خلاص المية بتاعتي اهو، احط بقى الملح واقلبها. هسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده هوطي النار عليه خالص. هوريكو برضو قبل ما هو بيتشرب كده، علشان تعرفوا ان الزبدة هتسيح لازم اقلبها كويس في الرز. بصوا كده معايا اهو، وهو بيتشرب الزبدة هي ساحت خالص. هبدأ اقلبها كده علشان الزبدة تنزل في كل الرز ويبقى كل لون واحد، ما يبقاش الوان. تعالوا بقى نشوف اللحمة كده استوت ولا عملت ايه. اهي اللحمة بتاعتي، هبدأ بقى اقلبها وهي خلاص بدأت تستوي، بس انا لسه هسيبها علشان انا عاوزاها تكون مستوية كويس. هنا هعمل ايه؟ هعمل الثوم بتاعت الفتة. حطيت زيت او زبدة، انا حط هنا زبدة، وحطيت عليها معلقة الثوم بتاعتي، ثوم بفلفل اخضر بحبة ملح، ضربهم مع بعض. اول ما تتشوح او تاخد لون ذهبي هروح نازلة عليها بالخل، كوباية خل بتاعتك، وتحط عليها ملح وفلفل اسود. ده لو انت مش حاطة ملح، لكن انا حاطة ملح، فحطيت فلفل اسود بس وقلبتها كويس جدا. هسيبها تاخد غلوتين على النار، وبعدين هشيلها على جنب، مش هتاخد وقت كبير خالص على النار. زودتها خل عشان انا ما كنتش حاطه كميه خل اللي مظبوطه. غلوتين بالظبط وهشيلها من على النار، وهعمل بعدها على طول الصلصه بتاعتي.
حطيت برضو حبة من الزيت، وهنزل ببقية التوم. انا كنت طحنة او فرمة توم مع بعض، التوم مع الفلفل الاخضر، وقسمته لجزئين، جزء للخل وجزء للصلصة. فالباقي هحطه للصلصة وهقلبها كويس جدا اول ما تاخد لون ذهبي. بس طبعا الكاميرا فصلت، فانا يعني سبته كتير على النار. اول ما ياخد لون ذهبي هروح نازله عليه بالصلصه او الطماطم اللي انت ضرباها عصراها براحتك بقى، يعني سواء انت كنت مخزناها او كنت ضرباها في نفس الوقت. انا ضربت الطماطم ورحت مصفياها، بس كده مش بتاخد وقت ولا اي حاجه. هسيبها بقى لحد ما تغلي، واحط معاها البهارات بتاعتي. حطيت لها ملح واتنين مرق الدجاج، وهحط لها فلفل اسود، غلوتين بالظبط، وابدا اهدي عليها النار. مجرد ان هي تتقل حاجه بسيطه اروح طافيه عليها. قلبيها تقلبتين كده وخلاص. هسيبها بقى على نار هاديه، اول ما تاخد غلوتين اروح طافيه عليها النار. تعالوا بقى نجهز مع بعض الصينيه بتاعه الفته. انا حطيت فيها زيت على زبدة، وكنت مكسرة عيش، سواء عيش ناشف او عيش طري عادي. وبعد كده تقلبيه لحد ما ياخد لون. ده لو انت بتحبي العيش يكون متحمر، لو انت مش بتحبيه متحمر عادي هتستغني عن الخطوة دي وهتخشي على الخطوة اللي بعدها على طول، اللي هو هتكسري العيش تحطي عليه معلقة من الشوربة، معلقة من الخل، معلقة من الصلصة، من التومة والصلصة. فانا كده شوحته تشويحه بسيطه، وهبدا بقى ارصه في الصواني بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت عليه معلقه من الشوربه، وهحط عليه كمان الصلصه، وبعد كده معلقه من التومه او الخل، وهقلبه حلو. وابدا بقى ايه ارصه في الصواني بتاعتي، عشان انا كنت عامله طباق وكنت عامله صواني او صينيه. خلاص كده طفيت عليه النار وهبدا ارص. زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا بقى نشوف الشوربه بتاعتنا. الشوربه خلاص اللحمه بتاعتها استوت. بصوا اللحمه عامله ازاي، حطيت بقى عليها الرز على العيش، وهبدأ افرده كويس بعد ما احطه. نبدأ كده نساوي الرز وتفرديه كويس، وبعدين نحط بقى عليه الصلصة والشوربة والثوم آخر حاجة، أو الخل آخر حاجة. أنا ولعت عليه النار تاني، وهبدأ أوطي عليه النار خالص وأنا بحط الحاجات دي. حطيت كده الشوربة، وبعدين أحط عليها الطماطم او الصلصه بتاعتي. كل حاجه طبعا جنبك وانتي بتحطي الحاجات دي في الصينيه علشان تبقى سهله عليكي. بعد كده احط عليها الخل بتاعي. برضو موضوع التزيين ده او الشكل النهائي من فوق ده حاجة ترجع لك انتي بعد الرز. تقدري تغيري في شكل الصلصة، تقدري تحطيها بالشكل اللي انتي حباه، سواء انتي بتحبيها كتير او قليل. حطيت بقى عليها 3 حتت لحمة كده من فوق كشكل حلو، وبعدين هحمر جزء من اللحمة. زي ما انتوا شايفين كده حمرتها في الزيت،
وبصراحة بتدي طعم حلو قوي، وتقدري كمان تشوحيها من غير الزيت خالص. اول ما تاخد اللون الذهبي بنشيلها على طول. طبعا اللحمة علشان ما تصفيتش كانت بتطرطش زي ما انتوا شايفين كده، لكن انتي صفيها كويس علشان انا كنت طبعا مستعجل. بس كده خلاص، تعالوا نشوف هنغرفهم ازاي. انا حطيتها بالشكل دوت في الطبق اهو، وكمان الصينية بتاعت الفتة اهي. وحطيت طبق اللحمة بالشوربة للي حابب، وحطيت جنبها مخلل. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد تاني، وهقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير لأسرار المطبخ مع خلود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.